عم الشوق بينا يزود ما محدود كل ساعة الشيعة تدري زين وحسين وطباعه يزيد رد ردود عالمعهود واتباعه واحنا نصرخ دوم مو هاليهم بالطاعة. ما كفاهم كل ذاك الظلم على زينب، رادوا يجددون عليها ظلم ثاني، لكن هيهات واحنا نصرخ دوم مو هاليهم بالطاعة بشيعتك تدرين والله ما ناسين بشيعتك ايه والله ما ناسين يا زينب يا زينب يا ايه يا زينب سمعني والله مشتاقين والله مش والله ما ناسين ايه والله مشتاقين يا زينب عمي طار ذكرك دوم مو هاليوم ويانا الله وبذكرك ما ننساك وصانا والخدور بالروح لا ما يروح عنوانا خلهم يسمعون ويعرفون معنانا خلهم يسمعون ويعرفون معنانا والله متحزمين والله ما ناسين والله مت هلا هلا بشيعة علي والله ما يا زينب يا زينب يا زينب سمعوهم يا زينب بضعة المختار والكرار يا سورة لخادم أهل البيت حيدر تركي الكربلائي بضعتي المختار والكرار يا سورة خدرك الموجود راعي الجود ناطورة كربلاء ظليتي وتظلين مستورة انت بالقرآن بالعنوان مذكورة انت بالقرآن كم عنوان مذكورة والله وبكل حين والله ما ناسي والله وبكل والله ما يا زينب يا زينب للشام للشام ايه يا زينب زينب ما تطخ الهم عم زينب ما تطخ الهم رغم الرايد يذلها هيهات عم زينب 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 ما تطخ الهم رغم الرايد يذلها وقفت فضحة ابن زياد وخطبتها تسجلها شالت شالت غيرة العباس عم زينب شالت غيرة العباس أبو الكلفات كافلها شالت شوام يا
شالت غيرة العباس أبو الكلفات كافلها ها خوتي ها ها عمي ها عمي ويزيد والله ويزيد تودي وتجيبه ويزيد تود ويزيد تودي وتجيبه هلا ويزيد تود عمي إذا رايد شعارك توصف الحوراء احفظها على ظهر الغيب ما تكتب شعره للبيت صادق سويد عمي إذا رايد شعارك توصف الحوراء احفظها على ظهر الغيب ما تكتب مذكر كل قلم وتزعل العباس عيون عيون القلم من تنظر لزينب وإذا حجتك نسيت وللضرورة أحكام عمي وإذا يا حجتك نسيت وللضرورة أحكام كون اسم العقيل النوب يتحجبها خوتها كون اللي يذكر زينب عمي كون اللي يذكر زينب يطلب رخصة من العباس كون اللي يذكر زينب والله 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 عدنا هموم جنها غيوم مطارة إلهي بجاه زينب فرج هم كل مهموم يا الله والله عدنا هموم جنها غيوم مطارة للزيارة قلوب كثرة ذوب محتارة وش يطفي الشوق بالمحروق من نارة بدل الأعمار وش ما صار بزيارة والله ليك جايين والله ما يا الله يا الله والله ليك جايين والله ما يا زينب يا زينب إيه يا زينب انت اول من يخليك الاخير علي يا علي يا علي وهو من يا صاب ينصف السر علي لو صرت اخر نعد من الاخير يعني اول والوراك مزورة هو لو ما حيدر الأول يصير ما نشوف أول نشوف الكل وراء الكواكب تفتر بشف الإمام هو لو ما حيدر الأول يصير سيد عبد الخالق المحنة يقول هو لو ما حيدر الأول يصير ما نشوف أول نشوف الكل وراء الكواكب تفتر بشف الإمام وين ما يرغب يفرها بخنصره هاي تستاهل صلاة على الرسول أولا تعليها فزت بالآخرة